ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ملوش علاقة قوي بموضوع القناة، هو تعليم الرسم بس، انا حبيت افيدكم زي ما انا استفدت من حد تاني. استنوني هقولكم ازاي هنكسب الدولارات ديت من عن طريق النت. بس اعملوا سبسكرايب للقناة واعملوا لايك للفيديو واستنوني هقولكم كل التفاصيل. كل اللي مطلوب منكم تعملوه عشان تكسبوا الدولارات دي هتسجلوا في اللينك اللي تحت الفيديو. انا النهاردة جمعت نقط 5000 نقطة وبدلتهم ب50 دولار، ورحت فرع من فروع ويسترن يونيون، هتلاقوها موجودة في كل مكان حواليكم. تقدروا تسألوا او تدوروا كده حواليكم في اي فرع من فروع البنوك، موجودة في فروع بنوك كتير زي بنك اسكندرية والعربي الافريقي. ممكن كمان تبحثوا على جوجل على اقرب فرع ليكو. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا هتروحوا الفرع وتسحبوا الدولارات دي بالبطاقة بتاعتكم بمنتهى الامان، مش مطلوب منكم تفتحوا حساب ولا اي حاجة. لما رحت الفرع ادوني الاستمارة دي، هتملوا البيانات بتاعتكم كلها، الاسم والسن، وطبعا لازم يبقى معاكم البطاقة ويكون الاسم مظبوط، تكتبوه مظبوط زي بيانات البطاقة بالظبط. هتكتبوا برضو اسم المرسل، ده اللي هيبقى مبعوت لكم في الحوالة. واهم حاجة تكتبوا ان العلاقة ما بينكم وبين المرسل دوت ان هو تكتبوا صديق، دي من الحاجات المهمة قوي لازم تعرفوها، او انا عرفتها برضو من البنك. بعد ما مليت الاستمارة دي، طبعا الايميل اللي كان جاي لي فيه رقم الحوالة واسم المرسل كتبتهم مظبوطين، وبعد كده هتدوا الاستمارة لموظف البنك وهيديكوا الاستمارة ديت، اهي فيها المرسل اهو يوجوف مي والبيانات، وهتبدأوا هتمضوا في المكان اللي هو هيعلم لكم عليه ده. اول ما بتمضوا الاستمارة بيسلمكوا ال50 دولار الحوالة بتاعتكم. ايه بقى هو الموقع ده عبارة عن ايه وهيستفيد ايه وليه بقى بيديكوا الفلوس دي وكل الكلام ده هقولكوا بالتفصيل. انا بس عايزه اوضح لكم هو تاريخ النهارده تاريخ استلام الحواله بتاعتي، هقول لكم كل التفاصيل بالتفصيل الممل جدا في الفيديو. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا تدوسوا على اللينك اللي موجود تحت الفيديو وهتسجلوا بالايميل بتاعكم واي باسورد، بس لازم الايميل يكون شغال، يعني حافظين الباسورد بتاعه وتقدروا تدخلوا منه، مش لازم تسجلوا بنفس الباسورد بتاع الايميل، لكن لازم تبقوا حافظينه، لان كل الاستطلاعات اللي هتوصل لكم هتوصل لكم على الايميل الخاص بيكم. لو مش حافظين رقم باسورد الايميل بتاعكم تقدروا تعملوا ايميل جديد بمنتهى السهوله وتسجلوا. موقع يوجوف ده موقع اماراتي بيبعت استطلاعات للراي، بياخد رايكم في منتجات، في اماكن، في مثلا وسائل مواصلات، في تذاكر طيران، في حاجات كتير قوي. هو بيستفاد ايه؟ الشركه اللي بتبعت له الاستطلاع دي بدل ما تعمل اعلان هيكلفها فلوس، لا بتبعت الاستطلاع تاخد راي الناس مباشره وبتجمعوا النقط بتاعتها وبعد كده بتبدلوها بالدولارات. الموضوع ممكن ياخد وقت شويه لكن مضمون وامان جدا. وده بيبقى شكل اول استطلاع او اول ايميل بيوصل لكم، هتدوس على ابدا استطلاع، تبداوا تحلوا الاسئله اللي هيبعتها لكم، بعد كده بتجمعوا 50 نقطة منه بيضافوا لحسابكم في الموقع. في الغالب اول استطلاع ده بيبقى معظمه بيانات شخصية زي مثلا متوسط الدخل او التعليم او عدد افراد الاسرة، منطقة اللي ساكن فيها حضرية ولا ريفية، ده بيبقى بس بيحدد الشريحة اللي بعد كده هيبدأ يبعت لك الاستطلاعات على اساسها. وده شكل الايميلات اللي هتجيلك بعد كده. اي استطلاع هيجي على زي ما قلنا على الايميل، دايما بتتابع الايميل بتاعك وتفتحه وتشوف لو في استطلاع جديد بتبدا تدوس عليه دي بعد كده بعد ما تدوس ابدا الاستطلاع هيجي لك مده الاستطلاع وكام نقطه، تدوس على التالي. بعد كده تختار اللغه اللي انت حابب ان انت تعمل الاستطلاع بيها، انجليش، اردو، عربي. بيبقى في اسئله متنوعه زي ما قلت لكم، دي نماذج مثلا من الاسئله اللي جات لي، ده عن الألعاب الأولمبية، أوقات بيجي لي عن منتج من منتجات، ده عن شركات اللي هي اللي بتبيع على الإنترنت.
بعد ما بتخلص الأسئلة كلها بيجي لك برضو بعض الأسئلة تحديث البيانات أو أسئلة بيتأكد منها أن أنت إنسان اللي بترد على الاستطلاع ده، مش جهاز زي مثلا ده يقول لك ايه اللي في الصورة دي. أوقات بيجيب لك بقى كاميرا، صورة، ضفدع، عشان بس يتأكد أن أنت اللي بتحل الاستطلاعات، لأن في ناس بتتركب زي أجهزة كده تعمل هاكر هي اللي بتحل الاستطلاعات. لان زي ما قلت لكم الغرض من الموقع ده ان هو ياخد رأي المستهلك مباشرة، فلازم يتأكد ان انسان هو اللي بيرد. من الاسئلة برضو اللي بتجيلكوا في الاول خالص، انت عايز الاستطلاعات تجي لك قد ايه، فهتختار اكثر ما يمكن. بعد كده بعد ما الاستطلاع بيخلص بياخد رأيك في الاستطلاع اذا كان مفهوم او كان في حاجة مش واضحة، تختار من 1 لـ9. بعد كده بينقلك على الموقع بتاعهم عشان تشوف جمعت كام نقطة. اوقات بندوس على ابدأ الاستطلاع ويظهر لنا الشاشة دي، يا اما انت حليت الاستطلاع ده قبل كده فما تقدرش تدخله تاني، او ان العدد اللي هم محتاجين الاستطلاع ده خلاص اكتفوا بيه فخلاص مش محتاجين رأي. والموضوع ده نقدر نتجنبه بسهولة ان احنا دايما كل يوم نبص على الايميل بتاعنا، لو في استطلاع جديد نحله على طول قبل ما يكتفوا بالعدد اللي هم عايزينه. بعد كده بيحولنا على الصفحة بتاعتنا على الموقع نفسه، بنشوف النقط كلها اللي احنا خدناها لكل الاستطلاعات اللي احنا حليناها قبل كده والاستطلاع اللي لسه حلينه، وبيجيب لنا عدد النقط اللي احنا مجمعينها. طول ما النقط اقل من 5000 نقطة بيظهر لنا المربع بتاع الاستبدال او الاسترداد لونه رمادي. اول ما بنجمع 5000 نقطة او اكتر المطلوبين عشان نبدلهم بيتحول المربع للون الأحمر زي الصورة كده. نبدأ بعد كده نضغط عليه عشان نسترد 50 دولار. عندنا اختيارين، يا إما نستبدل 5000 نقطة بـ50 دولار، أو إن احنا نستبدل 5000 نقطة بتاعتنا إن احنا نتبرع بيها لمنظمة خيرية. بتختاروا الاختيار اللي انتوا عايزينه وبعد كده بتدوسوا عليه، بيجيب لكم الشاشة دي وتدوسوا على الاستبدال. بعد ما بنستبدل 5000 نقطة بيرجعنا الصفحة تاني بعد ما بيقسمهم النقط اللي عندنا. ولازم نتأكد ان البيانات بتاعتنا مظبوطة ومطابقة للي موجود في البطاقة الشخصية، ولو حد سنه اقل معهوش بطاقة شخصية ممكن ببطاقة بابا او مامته، وهو بابا او مامته هما اللي يروحوا يستلموا الحوالة دي. طيب بيبعت لنا بعد كده الايميل اللي احنا نتأكد بيه ان هو خلاص احنا قمنا باستبدال 5000 نقطة لـ50 دولار، وان احنا ممكن نبدلها من اي فرع من فروع الويسترن يونيون نستلمها يعني كحوالة، وان الحوالة دي هتوصل لنا خلال 30 يوم او خلال شهر، ان احنا يجينا الايميل، وان الايميل ده مش شرط يجي على الايميل نفسه، ممكن نلاقيه في السبام او في الجانك ميل. فده بيقول لنا عليه بحيث ان احنا لو اتأخر ممكن ندور في الملف بتاع السبام او الجانك ميل ممكن نلاقيهم. بعد كده بيبعت لنا ايميل اختار باصدار الحوالة النقدية. انا هنا الاختار جالي بعد اسبوع تقريبا، ما تأخرش قوي. بيبعت في الايميل ان احنا خلاص نقدر نروح اي فرع من فروع وسترن يونيون. بيبعت لنا كمان رقم الحوالة وبيقول ان لازم يبقى معنا البطاقة الشخصية اللي بياناتها احنا كبناها قبل كده، ويبقى معانا رقم الحوالة اللي هو بيبعته لنا في الايميل، وبيبقى معانا كمان اسم المرسل او الجهة المرسلة اللي هو يجوف مي اف زد ال ال سي يونايتد ارب امارات، وان احنا هنقدر نحصل من مصر لان انا عنواني في مصر، فاي حد في بلد تانية هيبقى التحصيل من بلد بتاعته برضو عادي، وان احنا لازم نصرفها خلال 30 يوم والا الويسترن يونيون هيعطلها وتتلغي. يبقى كده احنا لازم يبقى معانا بطاقة شخصية، معانا رقم الحوالة، معانا اسم المرسل، وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان احنا نكتب نوع العلاقة مع المرسل ان هي صديق. ليه بقى؟ قالوا لي في البنك ان احنا لو كتبنا ان هي عمل او هدية او اي حاجة من الكلام ده البنك هيبقى عايز اجراءات تانية واثباتات وحاجات قصة كده احنا في غنى عنها. بس واتمنى اكون قدرت اوضح لكم الموضوع ويكون سهل وبسيط بالنسبه لكم. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو، وهتلاقوا اللينك تحت الفيديو على طول،
التوفيق لك كل ان شاء الله، ويا رب تكسبوا كتير قوي. اشوفكم فيديوهات تانية.